اهلا بنات، شخباركم؟ كديرين؟ هاني كل شي مزيان. انا الحمد لله. فيديو جديد، نهار جديد مع اختكم سناء. غدا اليوم نشوف عمي. كنت صراحه مشي عنده حتى لجوج ونص العشيه نشوفه هو ومراته، ورجع في حالاتي. ولكن مراته عيطت لي نص الصباح، قالت لي سناء جي غادي ندير على قبلك الغدا، جي تغدي معانا. قلت لها مبغيتش نحنك عمتي والله العظيم. قالت لي جي، انا كنقولك جي تغدي معانا. ايوا صافي. غدا انا وماما وبابا عيطنا على الطاكسي باش يجي لينا، راكم عارفين ما كنقدرش على الطرام. كيمشي بشويه البنات، كيمشي بشويه، والكليماتيزور ديالو في الاول كتكون بارده، غير كيتحرك كتسخن، كيوقف شي بلاكه كيبرد. تغوتيش، غير كيوقف شي بلاكه كليماتيزور كتبرد، كيزيد كليماتيزور تيسخن. ما فهمتش، وكيمشي ثقيل بزاف وما قدرتش عليه. ايوا صافي، طاكسي غادي يدينا حتى لسيدي معروف. حنا غاديين، ايوا ما يكون باس عنده. وهانتوما معايا تشوفوا لي هاد النهار كيفاش غادي نقضيه. لجلي شفتك سكنتي فيا بلا ما نخمم نعكسك قلبي. حلفت نبغيك نديرك في عينيا، نعيش معاك تكوني مكتوبي. يا عمري ما لقري بنات جازوا ليا ما كيفك انتي. جامي شفت عينيك ريح حدايا وشدي بيديا، بس كنا عارفك غير انت تفهمي. شوفي يا سدات هذاك المريض زادته في الكوزينه، زادته في زوين. يلا سير فوق السداري نصوركم مع الزيبو. شو درت لي مرايب البنات؟ درت ليهم مرايب. يلا قصوا ندير لكم تصويره ها الزيبو. يلا شوفي نور هنا. هاكوك يلا بصحتك البنات. جبت شويه الحلبة، بالي اخويا مرطبها تما، طايله شهاني فيها. قلت غادي نرطبها ليا حتى انا شويه، ندوز نقيها ونرطبها زوينه. الحلبه كتصفي الدم وتصفي الوجه. واخا ايوا البنات، ما بديتش معكم فيديو من صباح، كما كملتوش لكم البارح تعشينا. ناض الصباح فطرت البنات، جريت لبنا اختي ومرت خويا، مشينا طلعنا الفوق، مشيت للمختبر باش نسولهم امتى نجي باش ندير تحليله. راه قالوا لي لادات اللي خصني نمشي فيها باش ندير تحليله ديال الرجوع، خصها تكون فات 48 ساعه. ايوا صافي البنات، مشيت قلت لهم ها امتى غدا نجي. قالك جيو شويه بكري بلا رونديفو. قالك ايوا غادي نضطر نمشي داك النهار شويه بكري، هذيك 7 الصباح غنمشي. عندك ضربيتي. ايوا صافي البنات، ودابا غادي نتغداو ودايرين الدجاج بالفريت. غادي نخلي بنتي مع ماما وغنمشي انا ولبنى لدرب السلطان. قلتوا لي البنات خدي بيجامات 3 بياس، غادي نمشي نشوفهم في درب السلطان. الناس بزاف قالوا لي سناء ما تمشيش بلا هادوك، راه زوينين حتى انفاس. فالبنات غادي نمشي دابا لدرب السلطان باش ناخذ هادوك البيجامات اللي قلتوا لي ونجي. شو جارنا طاحت لي شي حاجه عندنا هنايا، ماما باغا تجبد عليه فوطه ولا شنو. ما
دايرين الدجاج بالفريت تجي لبنى دابا تغدى هي وليداتها ونمشي تمشي معايا نشوفو مبغيتش ندي بنتي صاحبتي لداك درب سلطان قلت ماما انت انا نخليها معاك وغنمشي قالت لي سيري باش نقضي غراضي ونرجع في حالي سلام بنات مبقيت تصورش لكم من غدا هزيت لو بنا مشينا لدار السلطان وجينا البنات خديت هذوك البيجامات اللي قلتوا لي سناء ما تمشيش لهولندا بلا بيهم انا خرجت البنات مشيت خديتهم هادي اللي قلتوا لي لا يمكن دوا على هذو كان البنات دويتوا لي على هذو 3 بياس بالبينوار ديالها هادي فات الدونتيل هنايا في الصدر ها هي بالسروالها شوف توب زوين البنات هانتوما وبالبينوار هانتوما البنات بينوار شفت البنات قصارية عزيزة وخديتهم ها شوف سدي ماما الصدر من هنايا هاتو بسميتو بالبينوار ديالهم ها ديال البنات اللي غتبغي تعرف الثمن ولا شي حاجه ها نتوما الدونتيل في الكميم هادي زوينه نهار الاولاد لبسها في السبيطار فنه هادي هادي البنات قال لي 9000 ريال 450 درهم يعني 45 اورو بزز مني منك لو بنا اختي تشطرت ليا جابتها ليا ب 400 درهم وخديتها قلت لي البنات خديها سناء خديهم خديت جوج غنوريكم الاخرى خديت البنات اللي تيقول لي خديتي الغوز راه عندك بنيه باقي ما عرفتش شنو عندي انايا هذا ماشي غوز وماشي هذا وقيله مرتديله ياك لبنى كعشير هذا البنات والاخر كنت خديتها في الغوز حيت كاين عين الغوز البيض البيض ما بغيتهاش كتبين ما عجبتنيش قلت غناخذها في الغوز ما باقي ما عرفتش شنو عندي راه ترجع لهولندا وعاد غادي نعرف جنس الجاني راه حتى قلت لماما دابا قلت لها بغيت ناخذ واحد البينطيفات تيوا البيبي ديالك زوينين الصراحه وعدو الغوز عدو البياض واش تيبي ثلاثه من عارفه شنو عندي صيفط ماما تدير خديت هذه اخرى هذه رخص من هذه حتى هي فيها الدونتير في الكميم هانتوما مي غنلبسهم وغتشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه شفتو هانتوما الدونتير في العنق زوينين وهذا ديالي هاكا في تا هو الدونتير هنايا شوف شحال زوينين نص هذه نصكم وعاد السروال ديالها هادي البنات شحال قال لينا لبنى؟ شحال قال لينا؟ شحال قال لينا 5000 قال لينا 5000 ريال ولبنى اختي تشطرت معاه وخلاها لينا ب 4000 بزز تاي ولكن هادي راه كانت جارة انا وياه هادي مازال نقص لينا بلا ما يشحفنا بزاف ولكن هاد البيضات جارينا قالك دوري وفعلا درنا البنات 10000 ريال تيقولوا 10000 ريال ايوا انتوما البنات قلتوا لي سناء خوديهم راه زايدين شويه في الثمن ولكن زوينين قلتوا لي عاطي العين وانا خديتهم دابا انا ما عارفاش انا باغا حاجه فيها الدونتيل صافي نتوما قلت لي هادو هما ديال النافسات ايوا ها انا خديتهم البنات وان شاء الله ملي نعرف اش عندي راه غادي نصيفط ماما هي واختي ياخذوا لي ملي كان وليد راه غياخذوا لي شي حاجه في الشويبي مع البانطوفه ديالها هذوك البانطوفه زوينين دايرين لهم 3000 ريال ياك لوبي بانطوفه ديالك مع بانطوفه ديال البيبي داكشي بالعقيق وبالضون وباندا ديال البيبي هنايا والباندا ديال المراه اللي غتولد ناري فن واحد الصنيديق ب 3000 رخيصه 15 اورو البنات ايوا صافي قلت غادي نصيفط ماما وتجيبها هي ولبنى اختي من قصاري عزيزه هادو البنات ما دخلتش لدرب سلطان نهائيا انا عامر عامر بزاف صافي طرقنا شربت عصير انا ولبنى خدينا خدات بريوات وهبطنا بحال هادنا صافي وخديت زيوف ديال حياتي جدادين تا هما عندي في الدار كناخذهم انا ديما خديت دابا جوج كيديروا 10 دراهم الواحد هانتوما خديت هاد الكولور السومو وخديت الليموني بالي واحد الخضر ما بغيتوش صافي خديت جوج زيوف حياتي وجيت في حالي ما بانطوفه ما قدرتش ناخذ حتى شي بانطوف صافي خديت داكشي ديالك ايوا هادشي اللي كاين المهم من بعد نتلاقى معاكم تتقولوا في لي كومونتير كيفاش جاوكم البيجامات ديالي عجبوكم ولا ما عجبوكمش واش هو هادشي اللي هضرتوا لي عليه فهيت فاش مشيت القصاري كنت 3 بياس ديال النافسات وديال تركيا قالوا لي هما هادو انا كنظن هما هادو ياك لبسوهم النافسات وكيجيو زوينين وتا انا صح فعلا عجبوني ببينواراتهم البيضه راكم وهذا البيضه تحت ديالنا الكم اه وهذه هاد المرتديله نصكم زوينين ماما ياك
ايوا صحتي. الله يكمل بالخير والله يجيب لي على الكاكه بخير وعلى خير. البنات نشربوا شويه قهيوه، بنت اختي ادى قهيوتها. ماما تايره تحرك فيها قهيوه كحله. ايوا هادشي اللي كاين، نشربوا قهيوه ونرجع معكم.